السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي سائقي المركبات. الكل يعرف أن حزام الأمان ضروري جدا وأنت تسوق السيارة، لكن هل سألت نفسك لو تعرضت لحادث وما كنت رابط حزام الأمان وش ممكن راح يصير؟ خلونا نشوف. Yeah, of course. Thank you. أثناء الاصطدام ينتقل جسمك بسرعة مضاعفة من ما يؤدي إلى إصابات بليغة ولربما كسر في العنق. الارتطام يجعلك أكثر عرضة للجروح والكسور، ولربما تظل فترات طويلة حتى تشفى. اربط حزامك كي تبقى مكانك. Wear your seat belt to be in your position. إذا كنت من الذين يستخدمون الهاتف أثناء القيادة فأنت 6 مرات أكثر عرضة للخطر من الذين يقودون المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية. بما أن الحزام دائما سبب في سلامتك، خلك دائما لابس حزامك.